طب هل غضروف الهلالي والغضروف العمود الفقري بيأثر على موضوع الزواج؟ هقول لك الحاجات دي اساسيه تقريبا في العلاج الطبيعي لازم تكون معاك. اللي بيكسب في الطب يعني الجراحه، هل الزواج يستحق السعي له؟ جدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم ابطال عاملين ايه؟ اهلا بكم واهلا بكم في Q&A من العربيه. انا الQ&A ده ميعاده المفروض كان ننزل يوم الثلاث، احنا اجلناه ليوم الجمعه لان الوقت كان ضيق جدا، حتى من ضيق الوقت انا بسحر لكم في العربيه دلوقتي. فالنهارده ان شاء الله هناخد شويه من اسئلتكم، اعتقد هذا الQ&A هيكون طويل شويتين، هيبقى فيه تشابترز تحت متقسمين، يعني الفيديو متقسم، عايز تروح لسؤال معين ممكن تروح له على طول. واتمنى الQ&A دي تنفعكم. عايز اقول لكم ان احنا بنعمل Q&A او اسئله على طول بشكل سريع على انستجرام، فلو مش متابعنا على الانستجرام على الاكونت الشخصي بتاعي او اكونت العياده لازم تتابعنا، دكتور حازم طارق اوفيشال او مصر كلينيك اوفيشال، وهتلاقي اللينكات بتاعتهم كلها تحت في الديسكربشن. يلا بينا ناخد اسئلتكم. ايه القواعد الاساسيه اللي تخلي عندي امكانيه ان احط جدول التمرين ليا بنفسي واختار التمرين لنفسي، يعني اكون كوتش نفسي؟ السؤال دوت من احمد خيلو 9007. ابو حميد بيسال ازاي اكون مدرب نفسي، وده سؤال حلم كل شاب وكل فتاه بتروح الجيم او بيروح الجيم. اولا خلينا نعدد مع بعض كده، عشان تكون مدرب نفسك لازم تكون فاهمي. اول حاجه لازم تكون بدايه بسم الله الرحمن الرحيم كده فاهم في تشريح العضلات وفاهم في التمرين بتاعت الجيم، يعني عارف التمرينات المختلفه في الجيم، بنش بريس سكوات الماشينز المختلفه بتعمل ايه، لان العضلات اللي هي بتشغلها بتعمل ايه. بمعنى انا مثلا بلعب بنش بريس بزق، فلازم ابقى عارف ان الزق ده هو الحركه بتاعت البوش او الدفع، دي بتشغل عضلات الصدر وعضلات الكتف وعضلات التراي. لما اجي اسال التشريح واعرف عضلات الصدر دي اللي هي البكتوراليس ميجور، العضله دي ماسكه فين كبدايه، اللي هي مثلا عظمه القص هنا الاسترنم، ورايحه فين للدراع اللي هو الدراع هنا. فلما اجي اقول لك تمرين مثلا زي البنش بريس افضل ولا تمرين الكيبل كروس، بنش بريس ولا كيبل كروس اوفر، لو انت ما عندكش معلومات تشريحيه ممكن تلاقي بقى كل واحد برايه، يعني فاهم، يقول لك البنش بريس واللي يقول لك الكيبل كروس اوفر، لان هو مثلا سمع دكتور حازم بيقول الكيبل كروس اوفر. لكن لما تبقى انت عارف ان اصلا عضلات الصدر ماسكه من عظمه القص من النص هنا ورايحه تمسك في الدراع، ففايده اي عضله او وظيفه اي عضله انها تعمل تقريب ما بين الاوريجن والانسرشن او المكان اللي هي طالعه منه والمكان اللي رايحه له، فيعني بتقرب لي الدراع لجسمي. طب لما تيجي تشوف البنش بريس، هو في نوع من التقريب بيحصل، ولو حطيت ايدك على صدرك هتلاقيها بتشتغل، لكن لو جربت تعمل حركه الكيبل كروس اوفر اللي حركه التقريب الاساسيه هتلاقي عضلات الصدر بتنقبض اقصى انقباض عضلي ممكن. ومن هنا انت بالتشريح عرفت ان الكيبل كروس اوفر افضل من عضلات من تمرين البنش بريس لاستهداف عضلات الصدر بس، انا بتكلم ككومباوند ليفت او حركه مركبه. لا طبعا البنش بريس تمرين ممتاز. فاول حاجه تعرفها لو عايز تبقى مدرب تشريح، عشان التشريح هيفرق معاك جدا. تاني حاجه تعرف التمرين في الجيم اسمائها ايه وبتشغل عضلات ايه، وده طبعا مرتبط بالموضوع بتاع التشريح. بعد ما عرفت العضلات، لو انت مش فاهم ايه الماشينز اللي موجوده في الجيم وكل ماشين بتعمل ايه مش هيكون لها لازمه. ولحسن الحظ احنا بنغطي النقطتين دول بشكل مبسط بس علمي كويس في كورس تشريح العضلات اللي بنقدمه في ماسل كلينك. لو عايز تشترك في الكورس ده، كورس مسجل كامل هيتبعت لك، وفي جروب كامل دعم فني انا بكون موجود فيه على طول، برد على استفساراتكم على طول اول باول فيه. عايز تعرف تفاصيل اكتر تواصل مع تيم السوشيال ميديا بتاعنا تحت، او اضغط على اللينك تحت اعرف تفاصيل كورس تشريح العضلات، وابدا فعلا خطوه اساسيه هتخليك مدرب نفسك. طبعا الكورس دوت مش حصري على المتدربين، المدربين نفسهم برضو الموضوع دوت هيفيدهم كتير جدا في فهم التشريح، فيخليك مدرب متميز. تاني حاجه بعد ما تعرف التمرين والتشريح والحاجات الاساسيه بتاعتك، ان انت تفهم في علوم التمرين. علوم التمرين كتير جدا، ممكن نتكلم في الفسيولوجيا وعلم وظائف الاعضاء، لان انت لازم تفهم فسيولوجيا العضلات، العضلات دي بتشتغل ازاي، ويعني ايه ستريتش، والستريتش دوت بيعمل ايه في العضله وهكذا. طبعا مش بشكل طبي زي اللي احنا درسناه كدكاتره في الكليه، لكن بشكل مبسط تفهم التمرين ماشي ازاي. ثالث حاجه تفهم مبادئ الاسترينث تريننج او مبادئ تمرينات المقاومه، يعني ايه اعمل تمرين مقاومه، ويعني ايه الحجم التدريبي، ويعني ايه العدات، ويعني ايه المجموعات، وامتى بزود عدات وامتى بزود مجموعات. طب لو عايز افهم يعني ايه الفرق بين الضخامه العضليه والقوه وغيرها كتير جدا. وافهم مبادئ الاسترتشنج، يعني مبادئ الاسترتشات، لان اي تمرين تقويه من غير استرتشات انت في طريقك للاصابه. وافهم ازاي اقيم نفسي اذا كان عندي اي مشاكل قوام، وامتى اعرف اعالج المشاكل دي مع نفسي، وامتى اروح لدكتور علاج طبيعي. دي شويه اساسيات، وطبعا هي
اكتر من الاساسيات عشان فعلا تبدا تبقى مدرب نفسك. ولو عايز تاخد التدريب كمان بشكل بروفيشنال اكتر وتبقى مدرب لناس هتبقى ممتاز جدا ويمكن افضل من 90% من الناس الموجوده في السوق. السؤال اللي بعد كده الحقيقه مش سؤال، هو يعني كومنت عجبني جدا فحبيت احطه، هو من يوزر، انا حبيت اشكره كمان على التعليق الايجابي جدا. الحقيقه التعليقات دي بتفرق معايا شخصيا. طبيب وممثل وصانع محتوى وتوسيع العياده بشكل واسع ومربح وصدقه جاريه بمركز علاج طبيعي وعمل درامي اسلامي باقل المخالفات الاسلاميه، وين وين وين، بس انتظر شويه دكتور حازم. بعد عمر طويل ما ناوي ينتقل الى رحمه الله ويتوكل، بس اهدى شويه، ان انت تكون طبيب هذا انجاز، وان انت تكون طبيب وصانع محتوى هذا انجاز اعظم، وانت اكثر من ذلك بكثير، وان يديم الله نعمته وبركاته ويرضى، هذا هو الاعظم، اهدأ واستمر. يعني تعليقك بجد بجد اسعدني. يعني اي محتوى احنا بنعمله بيعجبكم ده حاجه شرف لينا وحاجه بتبسطني جدا على المستوى الشخصي، وان انت تجمع التجمع دي وتدعي الدعاء ده ربنا يبارك فيك، واسعدتني وحبيت اذكر تعليقك يعني لانه فعلا عجبني. السؤال اللي بعد كده من اشرف زيدان بيقول: هل مريض الغضروف الهلالي وغضروف العمود الفقري يقدر يتمرن في الجيم، وايه اضراره في حاله الزواج؟ بما ان الكيو ان ايه طبعا كان بعنوان ماذا بعد الزواج. غضروف الهلالي بتاع الركبه طبعا ليه علاج بناء على مشكلته ايه. الغضروف الهلالي قد يكون في قطع ممكن بعمليه جراحيه وتخييط يتخيط ويبقى كويس، وقد يحتاج استئصال جراحي، وقد يحتاج علاج طبيعي فقط، وده في حالات كتير جدا بيغني عن اي حاجه من الحاجات التانية دي. طب اعرف من اذا كنت محتاج جراحه او علاج طبيعي؟ لو رجلك بتعلق بشكل اساسي ومش بتحسن بالعلاج الطبيعي فده مؤشر مهم ان انت محتاج تعمل جراحه. ركبتك ما بتعلقش مفيش مشكله ان شاء الله، والعلاج الطبيعي هيحسنك كتير جدا جدا جدا. غضروف العمود الفقري مختلف تماما طبعا عن الغضروف الهلالي تركيبا ووظيفيا، وده بيتعالج بنسبه 90% بالعلاج الطبيعي. طب هل الغضروف الهلالي والغضروف العمود الفقري بيأثر على موضوع الزواج؟ هقول لك اه طبعا. الغضروف الهلالي لو انت وزنك كمان بالذات تقيل هيأثر عليك في موضوع بتاع الزواج. غضروف العمود الفقري لو هو متقدم هيأثر عليك، لان حركه الظهر هي حركه اساسيه موجوده في الزواج فهتأثر عليك جدا. لازم تعالج غضروف العمود الفقري قبل ما تنوي الزواج او قبل ما تاخد الخطوه بالفعل يعني تتزوج. السؤال بعد كده من كوين بتقول: ما هو انسب وقت الماجستير برايك يا دكتور، وما اهم الكتب التي ساعدتك في مسيرتك المهنيه؟ انا بالنسبه لي شايف ان الماجستير هي دراسه اكاديميه للي عايزها، وللاسف احنا مثلا في بلد زي مصر الماجستير للدكتور هي حاجه اساسيه، تمام، عشان الدكاتره كلها بتحضر ماجستير، وحاجه بتخليك اسرع في عمليه تراخيص العيادات والمراكز بتاعتك وهكذا. فانا شايف as soon as possible لو او يعني بسرعه على قد ما تقدري لو ده اتجاهك. حاجه زي الدكتوراه المهنيه مثلا في العلاج الطبيعي انا شايفها حاجه كويسه جدا، ولغير المهتمين بالدراسه الاكاديميه، لان الماجستير الحقيقه وعن تجربه هي دراسه اكاديميه بحته تقريبا، يعني المعلومات العلميه الاكلينيكيه اللي بتستفيدها ما بتكونش كبيره، فهي دراسه لحد عايز يكون اكاديمي وده وقتها. ايه اكتر كتب ساعدتني بالنسبه للعلاج الطبيعي؟ كتاب ثيرابيوتيك اكسرسايز بتاع كارولين، ده كتاب بالنسبه لي من امهات الكتب، يعني كتاب رائع. كتاب كونسيولوجي اوف ماسكولوسكيتال سيستم بتاع البايو ميكانكس، كتاب بتاع نسم بتاع البيرسونال تريننج، كتاب فرق معايا جدا ده التكست بوك اللي انا اخدت فيه كورس بتاع البيرسونال تريننج، كتاب مانيوال فيزيكال ثيرابي اوف سباين بتاع اولسون، ده برده كتاب ممتاز جدا. الحاجات دي اساسيه تقريبا في العلاج الطبيعي لازم تكون معاك. السؤال اللي بعد كده من احمد ابو الخير بيقول: في فتره بتعدي عليك مش بيكون ليك نفس تعمل اي حاجه، ازاي تخلص من الفتره دي؟ زائد ايه اكثر تخصص بيجيب فلوس من الطب؟ طيب بص، الفتره اللي بتعدي عليك ان انت مش بتعمل حاجه دي بتسمى في الغالب بفتره الاحتراق او البيرن اوت. انت ساعات بسبب ان انت بتعمل شغل كتير، ده بعض الناس يعني بتوصل لمرحله من الاحتراق، حاسس ان انت يعني انت مش فاهم ان انت اصلا بتمر باحتراق، بس انت بتبقى في حاله اللي هو كده، عارف انت الايموجي بتاع الضفدع ده اللي هو ده كده بالظبط. فساعتها انت محتاج تاخد ريست، الريست ده ممكن يكون طويل شويه لان انت وصلت لفتره الاحتراق، فتاخد ريست على الاقل 15 يوم. 15 يوم دول ابعد عن الحياه الماديه قدر الامكان، يعني ما تقعدش 15 يوم في البيت تمسك التليفون. لو عرفت تسافر سافر، لو عرفت تشوف حاجات خضراء شوف، لو عندك لو انت من قريه او من او عندك اصلا اصلك من بلد قرويه او حاجه سافر البلد واقعد شويه قدام الخضره كده والحشائش وكده ذهنك بيفك. وابدا فكر في حياتك، ايه الكويس اللي انا عملته الفتره اللي فاتت؟ اكتب على ورقه وقلم ايه الانجازات اللي انا حققتها، حتى لو كانت بسيطه. على فكره انا صحيت بدري او بقالي فتره بصحى بدري، على فكره انا مثلا بقالي فتره مظبط اكلي ما باكلش جانك فود، بقالي فتره مقاطع المنتجات بتاعت
لما يتسموش، تمام؟ كل دي انجازات، ابدا اكتبها عشان دي هتحفزك. وقول طب هو انا ليه مريت بمرحله الاحتراق دي، ازاي ابدا اخليها ما تتكررش تاني، وهكذا عشان الموضوع ما يتكررش تاني. ده اول حاله هي حاله الاحتراق. الحاله الثانيه حاله انا ممكن نسميها الاكتئاب المادي. يعني الاكتئاب المادي نتيجه المجتمع المادي اللي احنا عايشين فيه، والانستغرام بيكتشرز اللي انت بتشوفها طول الوقت، ناس مبسوطه طول، ناس بتخرج طول الوقت، ناس معاها فلوس، فانت بتحس يعني ان انت يعني الدنيا معاك مخبطه. عايز اقول لك الاحساس دوت مش خاص بيك بس كواحد متابع للناس. مثلا انا واحد كصانع محتوى لما بقعد فتره على الانستجرام وبقعد فتره على السوشيال ميديا فعلا بكتئب، او يعني بتضايق، بحس ان انا مقرف، بحس ان انا يعني مش ساخط على حياتي. انا بفضل الله فضله في نعمه وفضل من عند ربنا، بس بحس ان هو في حياه، في حيوات تانية او الناس عايشه حياه تانية انترستنج اكتر او مثيره اكتر، فتحس الدنيا لذيذه. فساعتها اقول لك ابعد عن السوشيال ميديا فتره حلوه، او على الاقل اعمل زي ما تعملش سكرولنج كتير في السوشيال ميديا. انت داخل لاجل هدف معين، والله هاخد معلومه، هرد على واحد، هعمل مش عارف ايه بس، وتخرج، تمام؟ ما تسيبش نفسك تسكرول. الجزء الثاني من سؤاله ايه اكتر تخصص بيكسبك من الطب؟ هقول لك بشكل عام اللي بيكسب في الطب يعني الجراحه، يعني كرقم واحد في الطب طبعا، لان الجراحات وبالذات الجراحات التخصصيه بتكون غاليه، لان دايما كده اي حاجه ناس قليله قوي بتعرف تعملها بتلاقيها غاليه، تمام؟ المشكله في الجراحه ان مشوارها طويل. هكلمك على تخصصات ثانيه، مثلا تخصص الجلديه من وجهه نظري هو تخصص كويس. اي حاجه هتلاقي لها علاقه بالتجميل او حاجات، ناس بتصرف قوي على تحسين شكلها اكتر منها تحسين صحتها، تمام؟ فاي حاجه لها علاقه بالجلديه مثلا ليزر بتاع حاجات كده اعتقد هتبقى لذيذه يعني. السؤال الجاي هو سؤال لذيذ بمناسبه ان الكيو ان اي نفسه كان بعنوان ماذا بعد الزواج. هو كده من اسم انا مش عارف اقراه بالظبط. هو سؤال شخصي اتفهم اذا لم يتم الاجابه عنه. ما رايك في تجربة مسؤولية الزواج لحد الآن؟ والله سؤال جميل وفي محله. يعني أنا أسمع عن مسؤولية الزواج من قبل ما أتزوج فترة طويلة جدا. أنا بفضل الله في حياتي أنا معتمد على نفسي بشكل كبير قوي من زمان كتير. يعني أنا ممكن بشارك معاكم المعلومات دي أول مرة. أنا أكبر إخواتي، والدي متوفي من وأنا في ثالثة ابتدائي تقريبا أو رابعة ابتدائي حاجة زي كده. أسرة نشأت في أسرة تحت المتوسطة بفضل الله بفضل الله بفضل الله، وربنا بفضل الله بعد ذلك من علي بالكثير من النعم التي انا غارق فيها بفضل ربنا سبحانه وتعالى. ليس لي يد في اي حاجه فيها الا ان يتغمدني الله برحمته وان هو يمن عليا بالنعم دي. فانا كان في اعتقادي ان انا بما اني متحمل المسؤوليه بقالي فتره طويله، يعني ان انا لما هتزوج ان شاء الله فيعني ايه فاهم اللي هو انا متحمل المسؤوليه اصلا، شايل نفسي وفي مسؤوليه بيت كمان من فتره، فايه اللي هيجد لما هتزوج؟ الحقيقه في حاجات هتجد، ان انت اصلا يكون في شخص مرتبط بيك اللي هي زوجتك، وتكون عندك المسؤوليه الانسانيه النفسيه ان انت راجل قوام على هذه الزوجه، ان انت قوام على مشاعرها وعلى نفسيتها. يعني مثلا انا متعود، انا مثلا كنت بخلص شغلي ممكن اروح اقعد مع اصحابي، ممكن اخرج طلع لي لعب كوره اروح عادي اللي هو بدون تفكير، يلا هوبا يلا بينا. مثلا انا واصحابي في الويك اند مثلا ممكن نيجي قبلها بيوم، يلا احنا طالعين اسكندريه هوب رحنا اسكندريه. الكلام ده مبقاش موجود، بقى في مسؤوليات، بقى في انا زوجتي شخصيا ما تمنعش. يعني انا لو قلت لها مسافر اسكندريه هتقول لي روح استمتع وبسط مفيش مشكله. انا نفسي ما بقى يعني فاهم ما بعرفش، يعني اللي هو خلاص بقى في مسؤوليه ان في حد انت اصلا شغال مثلا طول اليوم وهي مستنيه، فانت طبيعي اقل شيء ان انت تروح البيت تقعد في بيتك. التمرين مثلا كنت ساعات اخطف تمرينه كده بعد الشغل بالليل، لا دلوقتي لازم اتمرنها في وسط اليوم او الصبح بدري، لان انا بالليل هرجع وزوجتي هتكون مثلا منتظراني او حاجه، هناكل الوجبه اللي بناكلها مع بعض او حاجه في اليوم، او نتناقش في مجريات اليوم بالنسبه لها وبالنسبه لي ما الى ذلك يعني. فلا مسؤوليه الزواج هي موجوده، بس لو انت شخص مسؤول اصلا بطبعك او انت فاهم يعني ايه مسؤوليه الزواج، الموضوع سيمر بسيطا ان شاء الله والامر يسير، يعني مش بالصعوبه اللي الناس بتقول عليها ولا بسهوله ان انت يعني ده بيس اوف كيك عادي. لا هو محتاج ان انت تكون انسان راجل كويس مسؤول، عارف ان انت مسؤول نفسيا قبل ما تكون ماديا عن زوجتك دي. الجواز مسؤوليه. السؤال اللي بعد كده من صفا وائل بتقول هل من الممكن يشتغل الشخص مع الدراسه خاصه لو بيدرس في كليه طبيه؟ انا شايف
لو انت بنت مش مطلوب منك تشتغلي في اي لحظه في حياتك اساسا، يعني ليس هذا مطلوبا، لان الشغل هو اللي جلب المال. وانت كست في الثقافه الاسلاميه عندنا، انت ست بيقوم عليكي احد، رجل يعني. الرجل دوت قد يكون والدك، قد يكون اخوك، قد يكون زوجك. ده رايي انا طبعا، الشخص ممكن تختلفوا معايا فيه، بس ده رايي وهذا ما انا عليه. يعني لما لو السؤال دوت من ولد فاجابتي هتختلف تماما. لا، انت كولد لازم تكون قادر على الكسب، بتعرف تجيب فلوس، الكلام دوت من منذ نعومه اظافرك زي ما بيقولوا كده. يعني انا شخصيا باذن الله باذن الله نيتي ان شاء الله لما ربنا يرزقني اولاد باذن الله، الذكور منهم باذن الله بعد ما يخلص مرحله الطفوله بتاعته الاساسيه، يعني اول ما يدخل في حكايه ال 12 دي مثلا، 11 12 13، انا هبدا اشغله، اعلمه سكيلز، مهارات يطورها، عشان المهارات دي يجيب منها فلوس. لان هو اول ما يبقى راجل لازم يعرف يكون قادر على الكسب. فطبعا فتره الجامعه دي هي فتره متاخره، يعني انت المفروض اصلا كذكر رجل تكون قادر على الكسب، الكلام ده من زمان حتى، وملوش دعوه بالدراسه، لازم تعرف توفق ما بين الاثنين. ما انا بدرس دلوقتي بعد الجامعه وفي ماجستير وعندي بيت وعندي شغل في العياده ومستشفى الصبح، فهي المشاغل لن تنتهي. فكل ما تتحمل مسؤوليتك وانت صغير وتكون قادر على الكسب، بالذات فترة الجامعة دي فترة يعني حساسة جدا وفعالة جدا في حياتك وبناء شخصيتك، تفرق معاك كتير. السؤال جاي من يوزر بيقول متى كورس الفوم رولر؟ مين عايز كورس الفوم رولر ده؟ يا ريت يقول لي تحت في التعليقات. انا طبعا الفوم رولر دي هي وسيله فعاله جدا جدا جدا، بنستخدمها في العياده على طول وبنعلمها للمرضى بتوعنا على طول، هي للسيلف ماي فيش ريليز، او اكنها ايد دكتور علاج طبيعي معاك انت موجوده في البيت. فاكتبوا لي تحت في التعليقات لو لقيت عدد كتير مهتم، يلا بينا نعمله قريب ان شاء الله. السؤال الجاي من عمار بيقول كيف تحافظ على عضلات الحوض وتقويتها واهميتها للرجال مع زياده العمر والمشاكل البوليه؟ سؤال في غايه الاهميه جدا يا عمار. عضلات قاع الحوض او عضلات البلفيك فلور واحده من العضلات الاساسيه الضروريه جدا للرجال والسيدات، الكلام ده كله ضروري جدا ليهم، عشان العضلات دي هي السفنكترز او المحابس اللي موجوده تحت، بتتحكم في البول والبروز، ليها تاثير على العلاقه الجنسيه بالنسبه للرجل وبالنسبه للمراه. الموضوع ده مهم جدا 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 لكلا الجنسين. وغير ان عضلات قاع الحوض واحده من عضلات الكور او عضلات الجذع الاساسيه اللي برضو بتساعد في ثبات منطقه الظهر. العضلات دي عشان تقويها من اشهر التمارين هي عضلات قاع الحوض او تمارين كيجل. انا كنت وضحت فيديو كامل عن تمرينات كيجل ازاي تعملها بشكل واضح، لان في كلام كتير في الموضوع دوت وفي ناس كتير ما بتعرفش تتمرنها. هسيب لكم التمرين في الاي هنا واسيبه لكم تحت في الديسكريبشن او في اول كومنت كمان. السؤال اللي بعد كده عن الزواج من احمد ياسين بيقول هل الزواج يستحق السعي له؟ جدا جدا، لان يعني خلينا متفقين على حاجه كتير جدا جدا. انا شخصيا كانا كحازم يعني مش عارف الناس اللي هي لا تسعى الى الزواج، كيف لا تسعى الى الزواج؟ يعني انها رغبه فسيولوجيه موجوده فيك منذ ان بلغت، تمام؟ رغبه فسيولوجيه واحتياج نفسي واحتياج جسدي واستقرار اسري وحياه اي انسان بيطمح اليها، فكيف لا تسعى اليه؟ فكيف بعض الناس يقول لك لا انا مش هتجوز دلوقتي، انا مش عارف اعمل ايه؟ يعني انا من وجهه نظري هذا امر يعني غريب جدا. يعني الزواج من الحاجات اللي انت محتاجها فطريا. يعني للاسف المجتمعات الغربيه اللي طبعا عندهم في علاقات قبل الزواج، يعني ده بيوضح اكتر. يعني هتلاقي الناس للاسف يعني العلاقات خارج منظومه الزواج موجوده كتير. ليه؟ لان في احتياج لده. طب احنا بنتكلم، احنا مجتمع اسلامي طبعا وهذا محرم شرعا، فانت ما عندكش وسيله لملء احتياجك الجسدي والنفسي، النفسي المهم جدا اللي هو قبل الجسدي كمان، ان انت تلاقي حد تأنس بيه. والانسان سبحان الله يعني مش كامل لوحده، وبتوع الكوتشنج وبتوع التنميه البشريه يقول لك لا انت كامل لوحدك، وما ينفعش تقول انا اتجوز عشان انا مش كامل. لا، انت مش كامل، انت مش كامل بمعنى ان انت ناقص وفيك عيوب، لا، انت سبحان الله وخلق منها زوجها. يعني سبحان الله النفس منها زوجها، يعني الاثنين يكملوا بعضها، الراجل والست مع بعض زوج، يعني هما زوج واحد. اكنك مثلا يعني مع اختلاف المثال طبعا واللي هي المثل الاعلى، الحذاء بتاعك ينفع تلبس فرده واحده؟ مش هينفع، ما لازم تلبس الفردتين. زوج الحذاء اللي هو فردتين اسمهم زوج واحد مش زوجين، تمام؟ فانت محتاج ان انت تتجوز. فطبعا انا شايف ان ده من اسمى الحاجات اللي تسعى اليها، لان هي فيها استقرار نفسي ليك، بس ليها متطلبات طبعا، لازم يكون تسعى لذلك ماديا. ما ينفعش مثلا تروح تقول انا هتجوز وانا مش هعرف اصرف على بنت الناس، مش هينفع، لازم تكون عندك المقومات. وده يرجعنا لفكره الشغل، لو ما تشتغل من بدري ان شاء الله تعرف تتزوج بشكل كويس وعمليه السعي تكون ابسط. السؤال بعد كده من سعيد بيقول بعد الزواج اتوقع زياده وزنك؟ والله الحقيقه انا فعلا زاد وزني بعد الزواج حوالي 4 كيلو.
4 كيلو ده بالنسبه لي كان عامل لي ازعاج وقله كده في دماغي لما اتجوزت بعد مثلا شويه، لان للاسف الواحد انا عرفت بقى يعني كان دايما اصحابنا اللي بيتجوزوا ويتخانوا كان ده سؤال محير جدا يا جدعان، مفيش حاجه درسناها في التغذيه بتقول اللي بيتجوزوا بيتخانوا. واحد يقول لك مثلا اصحابي يقول لك اصل فيه هرمونات الجواز، الجواز ما فيهوش هرمونات، يعني ايه اللي بيتخن؟ بعد ما جربت حياه المتزوجين عرفت ايه اللي بيتخن. اللي بيتخن هو ان انت بتاكل وتنتخ، بتاكل وتنام. انا في الطبيعي باكل وبحرت وبتحرك وبروح وباجي وبعمل، انما بعد ما تزوجت خلاص انت مثلا زي ما قلت لك زوجتك بتستنيك باخر في اخر اليوم، ففي الغالب في وجبه في اخر اليوم، فوجبه ما لازم تاكلها، فهتاكلها وتنام مشكله. تمام، كل لو اعمل اي نوع مجهود بدني كده الدنيا تبقى افضل يعني، وتكنترول على وزنك، وطبعا بلحق نفسي بالجيم وبظبط الدنيا يعني. السؤال اللي بعد كده هو مش سؤال، هو حاجه ازعجتني يعني. وولف بيقول ايه؟ الزواج طاعون العصر، ان الله وان الله راجعون. لماذا يا اخي؟ لماذا يعني؟ انا مش عارف ليه الناس بتعمل دعاوي ودعوات لمناهضه الموضوع بتاع الزواج ده. يعني انا بالنسبه انا شايف ان دي اقوى يعني، سبحان الله يعني، للاسف فعلا سن الزواج زاد يعني. انا وانا قاعد مع اي حد دلوقتي في العياده بقدر اعمل احصائيه كده على كل الكشوفات، ممكن مثلا يعني حوالي اكتر من مثلا من 90 راجل بكشف عليهم كل شهر مثلا، حوالي يعني او يعني من المرضى بتوعي كنسبه من الرجال للسيدات حوالي 90 واحد. اي حد سنه تحت ال 30 انا ببقى متاكد لما ابص في الخانه في الفايل بتاعه هو سنجل ولا مارد بلاقيه سنجل، وهكذا بالنسبه للبنات. اي حد مثلا لحد سن 27 بلاقيه سنجل، مع ان مثلا الكلام ده زمان الجيل اللي قبلنا على طول ده كان الذكور بيتجوزوا 25 سنه مثلا، بعد 25 بدا يعد مثلا الدنيا بدا ياخر شويه مثلا، ليه يا ابني اخرت انت مش عايز تتجوز ليه ولا في ايه. ولو بنت مثلا زادت عن ال 20 كانت بتبقى اتاخرت، دلوقتي انا حاسس السن زاد اصلا. فلا، الزواج دوت من افضل الحاجات ومن نعم ربنا علينا، وانا لا غير متفق تماما معاك وشايف ان دي نظره سلبيه خالص، بالعكس الزواج دوت من افضل نعم ربنا علينا يعني. وبس كده يا ابطال، نكتفي بهذا القدر من الاسئله في فيديو ماذا بعد الزواج. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش اللايك الجميل وتقولوا لنا حابين تشوفوا ايه تاني على قناه مصر الكلينيك. انا بحب الفيديوهات دي الحقيقه بتاعت الكيو ان اي، وبتبقى فرصه ان احنا ندردش مع بعض شويه. بس نسالكم الدعاء. كان معاكم دكتور حازم طارق، اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله ابطال. السلام عليكم.